السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، ودائما صلي على الحبيب قلبك يطيب. أنا أتكلم عن شيء يفعله الإنس والجن والطير والحيوان والنبات والجماد والملائكة. الله، ما هذا الذكر؟ هذا الذكر لا ينقطع من الكون ليلا ولا نهارا. أكثر ذكر يردد في الدنيا بل وفي الآخرة، ولو علمت قيمة هذا الذكر لتمسكت به تمسكا قويا. ما توحي ايه هو الذكر ده بقى؟ اسمع كده الآية بتقول ايه؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح به بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اسمع الآية الثانية بعد ما توحدوه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يبقى السماوات إيه؟ عايز أسمع تسبح السماوات والأراضين. الله، وإن من شيء في السماء ولا في الأرض ولا ما بينهما إلا ما يسبح بحمد من؟ وسورة النور، اسم سورة الإسراء. شوف سورة النور اللي الشيخ قرأ بها سبحان الله قدر كده. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض؟ مش كده برضه؟ والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني ايه كل قد علم صلاته وتسبيحه؟ يعني كل مخلوق له هيئه معينه في الصلاه وهيئه معينه في التسبيح. ولما تنظر الى فلسفه التسبيح في القران الكريم عجيبه جدا. ايه العجب؟ ان التسبيح في القران جاء بكل الصيغ. ايه كل الصيغ؟ انظر كده البداية سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم، ها سبحان الذي أسرى، اسم التسبيح والمصدر. وشوية آية تانية تقول لك يسبح، أدي مضارع صح، وآية تقول لك سبح لله، أدي ماضي، وآية رابعة تقول لك بالأمر سبح اسم ربك، أدي سبح بالأمر. يسبح مضارع، سبح ماضي، سبحان مصدر مع الاسم. ايه الموضوع يعني؟ يعني التسبيح ورد في القرآن ماضي ومضارع وأمر ومصدر ليعلمنا أن التسبيح دائما في كل أحواله لا يكون إلا لمن؟ عايز أسمع، لا يكون إلا لمن؟ أدي الأمر التاني. ويبقى الأمر الأولاني كل شيء في الكون بإيه؟ يا عم كل شيء في الكون يسبح. الأمر الثاني بعد ما توحد الله أن التسبيح قد يكون هذا الأمر أو هذا الشيء يسبح ولكن من قدر الله أننا لا نسمعه بأمر من؟ بأمر الله. اللي بيحب النبي صلى الله عليه. والقاعدة الثانية أن التسبيح في أمره وماضيه ومضارعه ومصدره لا يكون إلا لمن؟ القاعدة اللي جاية رقم كام يا مولانا؟ يبقى الأولانية الكل يسبح، تسبح له السماوات. الثانية الأمر والمضارع والاستقبال والمصدر في التسبيح لا يكون إلا لمين؟ خد الثالثة دي بعد ما تصلى على الحبيب النبي. أن التسبيح في القرآن عشان هو عظيم
يأتي دائما مع الأمر العظيم الثقيل العجيب الغريب. أي أمر عجيب أي أمر غريب في القرآن يأتي معاه إيه؟ الإسراء والمعراج. غريب ولا مش غريب؟ معجزة ولا مش معجزة؟ فتلاقي الصورة تبدأ بيه ها؟ سبحان الذي. لما نركب الحمار دي معجزة، ربنا سخرهن ولا لا؟ مش كده برضه؟ وتلاقي الولد الصغير يقول للجمل، جمل اللي قد الجمل، ينزل الجمل والولد يركب ويمشي الجمل زي الايه؟ زي الالف. لما تركب العربية وتدوس بنزين وتمشي أمر عجيب. فعلمنا سيدنا النبي ذكر نقوله عند ركوب الدواب برضه في تسبيح، ها سبحان الذي سخر لنا، ده في القرآن كمان مش كده برضه؟ وإنا إلى ربنا. طيب شوية الشمس تغرب والليل يدخل، وشوية الشمس تشرق والليل يروح والنهار، مش دي برضو إعجاز؟ تلاقي القرآن بيذكرها في التسبيح. فسبحان الله حين تمسون وحين. التزاوج والتكاثر والإنجاب معجز ولا مش معجز؟ معجز. فربك يقول إيه؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. التسبيح لا يكون إلا لمن؟ يا ولا يكون إلا لمن؟ ولذلك تلاقي الأمر الإنسان الطبيعي لما يلاقي حاجة غريبة قدامه أوتوماتيك تلاقي قلبه بيقول إيه؟ ها؟ عايز أسمع أقول إيه؟ اسمع كده كمان. الله، الملائكة نفسها بتسبح. الملائكة أمال إيه؟ حتى ربنا قال يسبحون له الليل والنهار لا يسأمون. وترى الملائكة حافين من حول العرش ها يسبحون بحمد ربهم. طب وأهل الجنة يسبحون، دعواهم فيها ها سبحانك اللهم. طب والجبال تسبح. الله، شوف ربنا يقول عن سيدنا داود إيه؟ وسخرنا مع داود الجبال ها يسبحنا والطير. يعني الجبال تسبح والطير كمان تسبح. إيه كمان بعد ما تصلى على الحبيب؟ ولذلك ده اللغز اللي خلى سيدنا موسى يستجاب دعاؤه. ما انتوش هنا، التسبيح سبب في استجابة الدعاء أو كثرة التسبيح. شوف سيدنا موسى كده قال إيه في سورة طه، شوف اللوكشة واحدة 10 طلبات مرة واحدة، ختمها بالتسبيح فاستجاب الله له. يبقى أنت لما تدعي تختم دعائك بإيه؟ تبدأه بالتسبيح وتختمه بالتسبيح يستجيب لك من؟ اسمع كده للآيات بتقول إيه؟ قال رب اشرح لي. لا أنا عايز أسمع. قال رب اشرح لي، ده مين اللي بيدعي؟ سيدنا موسى. ويسر لي، قولوا معايا قولوا معايا، واحلل عقدة من لساني يفقه قول، ها واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي. بص بص، كي إيه؟ إيه اللي دخل التسبيح في الدعاء يا موسى؟ أنت بتدعي. قال لك ما أنا عارف أن الله يحب أن يسبح، فأنا أختم له الدعاء بحاجة هو بيحبها. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. شوف بركة التسبيح بقى والذكر إيه؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. لكش على بعضيها. يبقى الذي يستجيب هو من؟ وده اللي خلى سيدنا يونس نجاه الله من بطن الحوت. تصور دي، ما نجى الله يونس من بطن الحوت إلا ببركة التسبيح. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ها فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. عايز أسمع أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. شوف التسبيح. الآية الثانية بقى، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم
فلولا أنه كان من ال من الإيه؟ لولا المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يومه. شوف شوف، يعني ما نجى الله يونس إلا بإيه؟ بالتسبيح. وما استجاب الله دعاء موسى إلا، وما وهب الله طفلا يسمى يحيى لنبيه زكريا إلا بالتسبيح. بتتكلم جد؟ اه والله. التسبيح ده لو أنا منك أمسك فيه بإيدي وإيه؟ هنالك دعا زكريا إيه؟ رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ها، وسبح بالعشي والإبكار. دي آل عمران. طب ومريم؟ فخرج فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي. شوف التسبيح. ولذلك بعد ما تصلى على الحبيب النبي، من عظمة التسبيح وبركة التسبيح إن عندنا أذكار الصباح فيها تسبيح، تبدأ يومك بالتسبيح. طب وأذكار المساء؟ برضو تختم يومك بإيه؟ اللهم اجعلنا من أهل التسبيح، قل آمين. أو الله، هم ليه؟ المسبحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم إيه؟ إلى يوم يبعثون. يبقى التسبيح، الجبال تسبح؟ نعم. الطير تسبح؟ أيوة يا زيد. الملائكة؟ أيوة يا أبا. أهل الجنة يسبحون؟ أيوة يا عم. السماء والأرض وما بينهما، يبقى خدها قاعدة، كل من في الكون إيه؟ شوف، لدرجة إن ورد في الصحيح أن نبيا من الأنبياء، يا عم توحد، نبي من الأنبياء جلس تحت شجرة، جلس تحت إيه؟ فأتاره وقعد جنب جحر نمل، طلعت نملة لدعته، فأمر بحرق القرية، مش القرية الكبيرة، الجحر بتاع النملة ده بالنسبة له ده إيه؟ ده إيه عمو؟ ده القرية بتاعت النملة، حرق المكان. تصور ربنا عاتبه وقال له أيها النبي هل لا نملة واحدة التي لدغتك؟ يعني أنت كنت تعاقب اللي إيه؟ اللي لدعت بس. فقال له وليما يا رب؟ اسمع اسمع، ليه يا رب هتفرق فيه يعني؟ ولله المثل. قال له يا نبي لقد أحرقت أمة من الأمم كانت تسبح بحمدك. يا أمة من الأمم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. طب وسيدنا عيسى لما لقى نفسه الدنيا صعبت عليه ومش عارف يرد، جاب التسبيح أهو. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ها، قال إيه؟ طب وده جواب، ده تنزيه. التسبيح تنزيه وتقديس وتعظيم لمن؟ عايز أسمع لمن؟ وعايز أقول لك حاجة بعد ما تصلى على الحبيب، علاج الاكتئاب، علاج الهم، علاج الغم، علاج الكر، ياللي متضايق، ياللي زعلان، ياللي حزين وعايز ربنا يفرحك ويفرج كربك ويزيل همك، أكثر من الإيه؟ يا عم قول أكثر من دليلك على طول إيه؟ اسمع، قال الله تعالى لسيدنا النبي محمد لما تلاقي صدرك قافش ومزاجك مش رايق والدنيا مكعبلة، اقعد ايه؟ سبح أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فين دي؟ شوف ربنا يقول للنبي ايه؟ للنبي اسمع كده، ولقد نعلم انك، ها، كلمة يضيق ودي تقيلة قوي للنبي، ده ربنا اللي بيقول له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب أعمل إيه يا رب؟ عايز أخرج من الجو ده، فإيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك ال...
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني بما يقولون؟ قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا كاذب، قالوا مجنون، قالوا كاهن، رموه في عرضه. ربنا قال له سيبك من كل ده وقعد ايه ها يا عم، قول وقعد ايه، ده بيقولوا شيخ منصب، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ده بيقولوا حرامي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ده بيقولوا ابن سليم في 70، سبحان الله سبحان الله. والله ايه اقول لك حاجه عن تجربه، اي حد يبلغك اي حاجه عن اي حد اولا انسان مش كويس، لان قالوا هن اهل زمان يا عم ابو احمد، قالوا ايه، قالوا ما شتمك الا اللي ايه بتبلغك، بتبلغني ليه؟ الله يسامحك يا اخي. شوف جيل الحسن البصري مره راجل يا عم ما توحد، وبعدين قال له فلان ده قاعد يقول درس حالاتنا كده، فواحد قال له ده في فلان ده بره بيقول عليك كلام مش كويس. عارف سيدنا الحسن البصري قال له ايه؟ قال له ألم يجد إبليس غيرك ليرسلها ليرسل معه هذه الرسالة؟ الشيطان ما لقاش غيرك يبعته، يبقى عايز يقول له أنت بتبلغني ليه؟ الله. طب مهما يقولوا لما يجي يقول لك إيه؟ ده بيقولوا عليك كذا، هتعمل أنت إيه؟ قول يابا هتعمل إيه؟ سبحان الله سبحان الله، هتلاقي نفسك جديد والدنيا أهو. ده ليه الآية إيه؟ ولقد اسمع الآية كده بقلبك، ولقد نعلم أن إنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طب مش قادر أصبر على كلام الناس، بسبح بس مش قادر، أكثر من التسبيح هتصبر وهتصل إلى مقام الرضا وتصل إلى إيه؟ هو قال له هنا لما ولقد نعلم أنك فسبح، تمام؟ طب أنا عايز الصبر يزيد بقى، مش فارق معايا أي حاجة. اسمع ربنا بيقول للنبي في سورة طه لما يتكلموا في حقك ويتكلموا في عرضك ويتكلموا عليك اعمل إيه؟ يا عم قول اعمل إيه؟ سبح. بتتكلم جد عشان تصبر، عشان تقدر تصبر. قال اسمع احفظوها مني، الصبر بنزين، التسبيح وقود الصبر. التسبيح ايه؟ هو البنزين بتاع الصبر. البنزين خلص العربية ايه؟ طب عايز امون سبح. بتتكلم ده؟ والله العظيم اسمع دي الآية كده، ربنا يقول للنبي على كلام الناس عايز تصبر عليهم، فاصبر على ما يقولون. طب العلاج ايه؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح. تاني اهو عيدها تاني، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. مش هتصبر بس، لا، لعلك ايه ترضى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هتلاقي نفسك عندك ايه؟ رضا. طب وفي سورة قاف نفس الكلام برضه، بعد الصبر يجي التسبيح. يعني لو ما فيش تسبيح ما فيش ايه؟ صبر. اسمع كده، ربنا قال للنبي برضه كده، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. دي قاف. الملفت للنظر في التسبيح، لفت نظري قوي وانا ببحث في القضيه القرانيه ديت، ان دايما القران يربط التسبيح بالشروق والغروب، بالصباح والمساء، بالعشي والإشراق. الله أهو، سبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهناك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومع زكريا فسبح بالعشي والإشراق، وهناك أن سبحوا بكرة يعني الصبح وعشيا يعني إيه آخر النهار. يعني أحسن أوقات التسبيح أوقات الصباح عند الشروق، وأوقات الغروب عند الإيه عند المساء عند الغروب. وشيء ملفت لازم تعمل لك ورد تسبيح عند الإشراق وورد تسبيح عند الغروب، وهو دي أذكار الصباح والمساء.
وشيء ملفت للنظر في التسبيح، أهل المعرفة قالوا إيه؟ قالوا سبحانك ولا تقال إلا لك. التسبيح منذ أن خلق الله الدنيا، خلق الله آدم إلى يوم القيامة، لم يسبح أحد إلا من؟ من تشعينا إلا من؟ ما حد. إحنا قلنا في ناس عبدوا غير الله، في ناس سجدوا لغير الله، في ناس ركعوا لغير الله، في ناس صاموا لغير الله، وفي ناس مش عارف ذبحوا لغير الله، إنما مفيش حد واقف قال سبحان هبل أو سبحان صنم فلان، لا لا لا، سبحانك ولم تقل إلا إيه؟ إلا لك. يبقى التسبيح لا يكون إلا لمن؟ أنت النهاردة بقى سبحت كم مرة؟ ولذلك شوف سيدنا البخاري ونختم بيها، يقول لك فقه البخاري في تراجمه، البخاري كان عنده فقه وفهم في ترتيب كتابه، اللهم ارض عن إمامنا البخاري قول أمين. فبدأ كتاب الصحيح البخاري، بدأ الكتاب بتاعه بإيه؟ إنما الأعمال بن، طب شوف النية هي بدأوا عشان يجدد النية، طب ختموا بإيه؟ آخر حديث في البخاري كلمتان ها خفيفتان على ثقيلتان في حبيبتان إلى ها سبحان الله وبحمده سبحان الله. ايه كمان؟ التسبيح يزرع لك نخل ليك في الجنة، تروح تلاقي جنينة ليك هناك. كلم جد أمال ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في ال... طب ما تقولوها كده ها كمان مرة، كمان مرة، كم نخلة كده دلوقتي؟ ثلاث. والله لقد ضيعنا من نخل كثير. ولذلك سبحان الله وبحمده من أذكار الصباح والمساء ان انت بتقولها كل يوم 100 مره، صح كده ولا؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله. كل يوم 100 نخله، وبالليل 100 نخله، كده كام؟ 200 في 7 اضرب بكام يا عم؟ بجد 1400 ولا بكام؟ 1400 في 4 في الشهر، اضرب الناتج في 12، اضرب الناتج في عمرك والله يضاعفه. يبقى ضيعنا ولا ما ضيعناش؟ طب مين اللي تغرس؟ ان الشيخ الله يرحمه قال الحته دي، قال اللي بيغرس لك النخل في الجنه هم الملائكه. الملائكه قاعدين شغالين معاك، شغالين عندك. سبحان الله وبحمدك ازرع، سبحان الله وبحمدك ازرع. طب ما قلتش حتى، كان الشيخ قال الحته دي، قال حتى الملائكه اللي بيغرسوا النخل في الجنه علمناهم الكسل. اقعد، ما هو ما اشتغلش لما انت ايه؟ سبحان الله يغرس، سبحان الله يغرس، هو عايز يشتغل، هو كده كده بيسبح. لان بيقول لك الملائكه التسبيح للملائكه كالزفير والشهيق بالنسبه لنا، فاحنا لو الهوى انقطع عننا الموت، هم لو سكتوا عن التسبيح يموت. شفت؟ يبقى حبيبتان الى الرحمه تزرع بها نخله في الجنه، حصل يابا ولا؟ احب الكلام الى الله اربع، حديث صحيح، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ها والله اكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اجبر خواطرنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم نجنا مما نخاف، اللهم نجنا مما نخاف، اللهم نجنا مما نخاف. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اهد لنا أولادنا. اللهم إنا عجزنا عن إصلاح أولادنا فأصلحهم لنا، اللهم أصلحهم لنا يا رب العالمين. اللهم ارزق كل المشتقين من الذرية الصالحة، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وعليك يا رب بمن آذانا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا أرحم الراحمين يا رب. واجعل هذا المسجد وهذا الدرس سبب نجاة لنا يوم القيامة، ولمن تسبب فيهما، وللقائمين عليهما، ولمن حضر اللقاء، ولمن أمن على الدعاء، ولمن ينشر هذه اللقاءات حسبة لوجه الله. وارزقنا وإياهم الإخلاص والتوفيق والسداد والقبول، ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب.